السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى من الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم الاخوان، كيف ما شفتوا درت واحد جوج فيديوهات سابقه على المشكل ديال الغلاقه نتاع الرادياتور، يعني كيفاش نديروا نسدوها والدور ديال هذيك الغلاقه والطريقه ديال الخدمه ديالها واي حاجه متعلقه بهذه الغلاقه هذه. وتطرحوا عليا بزاف ديال الاسئله في هذا الموضوع هذا، يعني كيفاش ندير نعرف ان هذه الغطاء ديال القرعه ديال الماء ديال الرادياتور او الغطاء ديال الرادياتور بنفسه انه فيه المشكل. اوكي، اول حاجه يعني باش كتعرف ان هذه الغطايه هذه فيها المشكل، اول حاجه باش كتعرف هذه الغطايه هذه فيها مشكل، سمحوا لي دابا الغطايه ما كايناش عندي، راني على برا في الزنقه. المهم غادي نحاول نصور لكم فيديو للكابو باش نفهمكم هذا الشيء هذا اللي كنقولوا لكم. كيفاش غادي ندير انني نعرف هذا الغطاء هذا يعني خاسر؟ عنده بزاف ديال المشاكل، ماشي غير ثلاثه ديال المشاكل ولا بزاف ديال المشاكل. المشكل الاول ملي داك الفالف اللي كيكون في الغطاء، يعني هذاك الصمام اللي كيتفتح وكيتسد باش كيخرج داك الضغط العالي او هذاك البار العالي، ملي داك الغطاء كيبقى مكولي مبلع، البلانات اللي كيوقعوا عندك دائما عندك الدوريتات ديال الماء كيتنفخوا والقرعه ديال الماء كتنفخ، تقدر القرعه ديال الماء تكلاطا تفرقع، الدوريتات كيتفرقعوا وكيديروا الكرش، يعني كيديروا الكرش ملي كنقولوا كيديروا الكرش، كيديروا دوك البويقات النفاخات، نفاخات دمالات بحال هكا كنقولوا بالعربيه، يشورن، حنا كنقولوا يشورن بالريفيه، كيديروا دوك النفاخات، دوك الدوريتات كيتفرقعوا. اوكي، هذا ملي كيكون داك البلف مبلع، الى هذا ملي كيكون البلف مبلع، يعني عندك المشكل في الغطاء خصك تحيدها تبدلها. اوكي، المشكل الثاني اللي كيديروا الغطاء، ملي كيبقى داك البلف مكولي محلول، شنو هو المشكل اللي كيديروا؟ كتعاني من نقصان ديال الماء، دائما الماء عندك كينقص، كتعاني من المشكل ديال الحراره، دائما الدرجه ديال الحراره عندك دائما كتبقى عاليه، الليكوي ديال الحراره دائما غادي وكيزيد غادي وكيزيد غادي وكيزيد، علاش غادي وكيزيد؟ ملي كيبقى داك البلف يعني مكولي محلول، الماء كيولي كينقص عندك من الرادياتور، الرادياتور كيولي كيجبد الريح، داك الريح كيدخل ليك يعني البلوك ديال الموتور، وملي كيدخل البلوك ديال الموتور، البلوك ديال الموتور هنايا كيحمى ويولي الليكوي هابط طالع هابط طالع هابط طالع هابط طالع، والماء غادي وكينقص، يعني الرادياتور كيتقيا، يعني هادو هما البلانات اللي كديرهم ديك الغلاقه الا كانت يعني واكله الدق. دابا ان شاء الله غادي نقلب الكاميرا وغادي نصور لكم في السياره يعني هذا البلان هذا كيفاش غادي ديروا تعرفوا. هانتوما الاخوان، كيف ما قلت لكم اول حاجه كتعانيوا منها هي السخانه، هاد الليكوي هذا ديال السخانه كتلقاه غادي وطالع غادي وطالع غادي وطالع غادي وطالع، ما كيبغيش يهود، يعني السخانه غاديه وطالعه، وسيرتو ملي كتكون شاد طريق طويل، ملي كنكونوا شادين طريق طويل بالعكس خاص هاد الليكوي هذا يتزعزع واحد شويه كيهود واحد شويه، ولكن هذا العكس ديالو، ملي كتكون شاد طريق طويل كيبقى غادي وطالع غادي وطالع غادي وطالع، يقدر يوصل لك حتى لهذا الحمر هذا. اوكي، هذا البلان الاول، نمشيو دابا للكابو. والمشكل الثاني الاخوان هو انه هذا الشيء هذا سخون، راه كنت كنتمشى بها، انتم كيف ما كتشوفوا راه الدوريتات هما راه منفوخين. قلت لكم المشكل الثاني الاخوان اللي كيديروا هذا الغطاء هذا ملي كيكون مبلع، يعني ملي كيكون مبلع هاد الدوريتات هادو كيما قلت لكم قبيله كيبقاو يتنفخوا، كيتنفخوا بزاف، كيتنفخوا وكيديروا دوك الكرشه، يعني كدير ديك البويقه من لهنا كتنفخ كتفرقع، كاين اللي كتفرقع عليه الدوريته، كاين اللي ما كتفرقعش ليه الدوريته هذه كتفرقع عليه القرعه، كل واحد القرعه فين كتكون عنده، اللي كتكون عنده هنا اللي كتكون عنده ليه، المهم كتفرقع عليه القرعه او كيتفرقع عليه الدوريتات اللي كيكونوا لاصقين في الرادياتور، هادي اللي وريتكم دابا، هادي وهاديك اللي كتكون من لهيه من لتحت، هادي ها هي. اوكي، يعني كاع هادو كيتفرقعوا، شكون هو الرئيس ديال العصابه ديالهم؟ هو هذا، هذا ملي كيكون مسدود، يعني ملي كيكون مسدود مكولي. والحيله اللي كيلجئ ليها الميكانيكي شنو هي؟ كيمشي كيجيب واحد المصامير، وكيتقب هذا، هاد الغطايه هادي كيتقبها، هو عند بالو ملي كيتقب هاد الغطايه هادي كيقول لك بانه المشكل صافي ما بقاش عندك، هو العكس كيزيد يخرج لك على السياره. اوكي، الفالف ديال هاد الغطاء هذا ملي كيبقى محلول اشنو كيوقع؟
الفالف ديال هاد الغطاء هذا ملي كيبقى محلول كيوليو هاد الدوريتات هادو العكس ديال النفيخ، يعني العكس ديال النفيخ، ماشي كيتنفخوا كيتسلتوا كيتجبدوا، يعني كيتجبدوا كيوليو هادو ها مجموعين، فهمتوا؟ كتولي هكا مجموعه كتجبد الريح، ملي كتجبد الريح كيولي داك الريح كيدخل ليك للبلوك لداخل، ملي كيولي كيدخل ليك للبلوك لداخل كيولي الماء كيطبخ كيغلي، ملي كيولي الماء كيطبخ كيغلي كيولي الماء كيتزلع لك من لهنايا من هاد الجناب هادو، الماء كيولي كيهرب لك من لهنا من هاد الجناب، وكتسمع ديك الش بحال الغاز، اوكي، الماء كيولي مرغوي، ودائما كتعاني من نقصان ديال الماء. هادو هما الاعراض ديال التلف ديال هاد الغلاقه ديال الراديياتور، فهمتوني يا الاخوان؟ يعني دابا كنظن بانني شرحت لكم كل شيء، والفيديو الجاي ان شاء الله مازال غادي نديرو على هاد الغلاقه هادي على واحد البلان اخر، ملي كتبغي تمشي تشريها شنو هما المسائل اللي خاصك ترد ليهم البال وما عارفينهمش بزاف ديال الناس، حيت كيقول لك اي سياره ندير ليها او اي راديياتور ندير ليه اي غلاقه، فهذا خطا كبير كطيحوا فيه، هذا موضوع اخر عاوتاني. المهم الاخوان وصلنا لنهايه ديال الفيديو، بارطاجوا المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا دابا ها القرعه ديالنا حنا ديال الرادياتور، حنا عندنا القرعه ديال الرادياتور لاصقه مع الرادياتور بنفسه، ها البوشونه ها هي هذه هي، كاين اللي كتكون عنده القرعه هنايا، كاين اللي كتكون عنده القرعه هنا في هاد البلاصه، كاين اللي كتكون عنده لهي الفوق، كل واحد فين كتكون عنده القرعه، اوكي. هنايا القرعه ديالنا ها هي لاصقه هنا مع الرادياتور، يعني كيفاش غادي نديرو هاد الغلاقه هادي نسدوها، واش نزيروها او نخليوها محلوله، يعني نحسمو في هاد الامر هذا والطريقه ديال السدان. دائما ملي كنبغيو نسدو ما كنسدوش هكذا غير هكذا النص، بزاف ديال الناس كيديروا هذا الخطا هذا، شوفوا هي الغلاقه كتزعزع ها، يعني ما مسدوداش، يعني الا بقات هكا تخيل معايا بقات هكا وانت كتمشى بالسياره ديالك وضربتي طريق طويل واستهدو الحال سخون، اش كيوقع؟ كيوقع الكومبريسيون، يعني هاد المواسير هادو، هاد المواسير هادو كيتنفخوا، ملي كيتنفخوا هاد القرعه هاد الغلاقه هادي راه تقدر طير وتقبل لك حتى الكابو، بزاف ديال الناس غالطين فيها. وهنايا اش كيوقع؟ كيولي الماء كينقص دائما عندك من القرعه، دائما ملي كتحل كتلقى عندك الماء ديالك ناقص، اوكي. وها انتوما يعني باش غادي تاكدوا، ها انتوما شفتوا يعني كاين حتى الروتور ديال الماء ملي كيرجع ومع الكومبريسيون ومع يولي الماء دائما كيخرج لك مع هاد الحواشي هادو كيدفك في الارض، ودائما عندك النقص ديال الماء، يعني هاد البلان هذا باش نكونوا متفقين عليه، يعني هادي كيفاش غادي نديرو نسدوها؟ ها هي كي كنديرو ليها، ماشي غير هكذا، كنجيبو واحد الشرويطه كنديروها من لهنا وكنزيرو مزيان، صافي ها حنايا دابا سديناه، يعني هادي هي الطريقه ديال السده ديالها.